نعم بكل تأكيد، كما العادة تعلم جيدا شخصية يورجن كلوب الظاهرة على السطح في أرضية الميدان. دوما هناك حماس، هناك انفعال، هناك شراسة، وفي التعامل مع الصحفيين دوما هناك أسلوب نوعا ما ساخر، أسلوب مرح، أسلوب يتكهم الكثير من الفكاهة. ولكن هكذا هو يورجن كلوب. بدأ مسيرته مع ليفربول قبل 8 سنوات ونصف من الآن. في البداية خسر نهائي الدوري الكأس الدوري الأوروبي أمام إشبيليا، وينهي موسمه الوداعي الأخير هذا الموسم لموسم 23-24 بتحقيق لقب كأس الرابطة أمام تشيلسي، حيث بدأت تصريحات ومؤتمر يورجن كلوب الأخير عندما انتصر أمام تشيلسي بنتيجة 1-0. مسيرة زاخرة بالألقاب، حافلة بالنجاحات، الكثير من التقلبات التي عشناها، فترة ذهبية أسطورية لليفربول أعاد بها يورجن كلوب الفريق إلى الواجهة من جديد، سواء في الدوري الإنجليزي أو حتى على الصعيد القاري. نستذكر العديد من الألقاب والإنجازات، حقق لقب الدوري الإنجليزي مرة، خسره مرتين كوصيف، لقب دوري الأبطال مرة وخسره مرتين كوصيف أمام ريال مدريد، حقق كأس الاتحاد مرة، الدوري الإنجليزي كأس الدرع الإنجليزي مرة، وأيضا كأس الرابطة مرتين، وحقق كأس السوبر الأوروبي، وفي مرة خسر نهائي كأس العالم للأندية. يورجن كلوب مدرب عظيم بكل أمانة، كشخصية، كعلاقة مع اللاعبين، كأسلوب مميز في اللعب، طريقة التعامل مع بيئة الدوري الإنجليزي الممتاز، الاحترام الكبير الذي يكونه لخصومه، وما يقدمه المدربين واللاعبين والحكام لشخصية يورجن كلوب التي لم تكن يوما عدائية. والأهم كان طريقة احتوائه للمشاكل والمصاعب التي تحصل معه ومع لاعبيه في أرضية الميدان وحتى خارج إطار المستطيل الأخضر. فعليا الكرة الإنجليزية، الدوري الإنجليزي سيخسر شخص كبير ومدرب عملاق بحجم يورجن كلوب، كان أحد صناع هذا الإرث التسويقي والجماهيري والإرث الكبير لبطولة بحجم الدوري الإنجليزي الممتاز.